السياسة كما حصل في الإسلام السياسي، أو عندما يوظف للسياسة يصبح أيديولوجيا. هنا يتوقف عن أن يكون دينا ويصبح أيديولوجيا بالمعنى السلبي للأيديولوجيا، اللي هو الوعي الزائف. يبدأ في وعي زائف، وبالتالي تبدأ مشكلة الإسلام السياسي في الجانب ده. هنا طبعا المسلمون يعيشون مشكلة حقيقية سماها واحد مفكر إيراني دارش شايغان التصفيح. في التصفيح انت زي عندك البروجيكتر ده فيه فيلمين دخلات في بعض، وبيعمل لك الريفلكت، الفيلمين بيكونوا دخلات في بعض. المسلمون واقعون تحت هذه المشكلة، هم يريدون أن يكونوا جزءا من العصر الحديث من الحداثة، وأن يكونوا أنفسهم في نفس الوقت. هذه المشكلة. ما نراه الآن أمامنا من الإسلام السياسي دي عملية علمنة كاملة، وأنا هنا عايز أفرق بين العلمانية والعلمنة. العلمانية هي نفسها أصبحت أيديولوجي، لكن العلمنة بروسيس، مسيرة حياة. المسلم مهما كان متعصب بتلقاه بيعيش في علمنة سريعة جدا. حتى الداعشين، ناس داعش ديل داخلين في قلب العلمنة، من استعمال التكنولوجيا للتعامل الأشياء الموجودة دي، عايشين في قلب العلمنة، وده يدخلهم في التناقض بتاع انه يريدون محاربة الحداثة بأدوات حديثة. يعني انا سميته مرة كده في مقال الحداثة المعكوسة، انك تحاول تعمل مجتمعات تقليدية تعيد انتاجها بأدوات حديثة. طبعا دي مستحيل تاخذ الشكل الموجود ده. فلذلك دي واحدة من المشاكل الأساسية اللي بيواجهها الإسلام السياسي. أيضا من الملاحظات العامة اللي هشتغل عليها إنه تتميز حركات الإسلام السياسي بأنها لا تاريخية، هيستوريكال، يعني بتتعامل مع التاريخ بصورة انتقائية. يعني لما أقوم أقول له مثلا الديمقراطية الرأي الآخر كده، يقوم يقول لي الشورى، وهو ما مقتنع بالمسألة دي نفسه. أنا بعتقد لو هو مقتنع وعنده نوع من الأصالة يتمسك بكلمة شورى على حساب الديمقراطية، لكن لأنه داخل في عملية الحداثة والعلمنة والعولمة يصر على مسألة إنه الإسلام ديمقراطي وشوروي في نفس الوقت. واحد من الكتاب التوانسة ناسي اسمه صك مصطلح سماه الشوروقراطية، اللي هو قطع مقطع من الشورى ومقطع من الديمقراطية، وجعل منه مصطلحا واحدا. هذا يتأتى من عدم تاريخية الحركات الإسلام السياسي. يعني حركات الإسلام السياسي ما تعاملت مع التاريخ كتاريخ، تنتقي من التاريخ، وحتى في الانتقاء كأنها تلجأ فيما يسمى في الدين حديث الآحاد. يعني بتخط التاريخ قدامه وبتنتقي منه ما تستطيع أن تنقله إلى الحاضر. فلذلك هذه واحدة من مشاكل الحقيقية. في النهاية الحقيقة أنا بفضل استعمال انتشار حركات الإسلام السياسي على مصطلح صعود حركات الإسلام السياسي. هي ما صعدت، هي انتشرت أفقياً. الصعود ده يعني انه حصل لها تطور في تفكيره.
يعني كونها بقت شعبية وكونها جمعت يعني فازت في انتخابات إلى آخر الجانب ده، هذا ليس دليل على تقدم فكري، ولكن دليل على انتشار، الانتشار غير الصعود في الفكر إنها تجي بأفكار جديدة، فلذلك لم تأتي بأفكار جديدة. دي ملاحظات عامة أنا كنت بعتقدها ضرورية عشان نجي للمحور الثاني اللي هو خاص بالفكر السياسي الإسلامي وخاص بمسألة الدولة. حركة الإسلام السياسي محور قائم على الدولة الإسلامية، يعني بدون مسألة الدولة الإسلامية ما في حاجة اسمها الإسلام السياسي. لذلك أنا عندما أتحدث عن الإسلام كدين وأجي للكلام اللي قلته في الأول إنه كيف هم المسلمون، بقوم عندي مسلم وإسلامي وإسلاموي. هذا ليس لعبا بالألفاظ. المسلم الرجل العادي اللي بيمشي يؤدي كل فرائضه، مسلم وفهم الدين بهذه الصورة. الإسلامي هو شخص يرى في الإسلام دين شمولي، ده اللي بيقول لك الإسلام دين ودولة ودنيا. الكلام الجاي من حسن البنا، الإسلام دين ودنيا، يكمل بهذا. طيب الإسلاموي وهو أزيد من الإسلامي بأنه بيجعل من مسألة السياسة والدولة هي كل الإسلام، يعني بيعتقد أن الإسلام شامل، ولكن شمول الإسلام بالنسبة له مش في أنه دين ودنيا ودولة. شمول الإسلام عنده أنه لابد أن تعاد دولة الإسلام مرة أخرى. هذا هو الإسلاموي، والإسلاموي هو ما يمثل تيارات الإسلام السياسي مع الاختلافات الموجودة في هذه. لذلك أنا عندما أقول مسلم وإسلاميست وإسلاميستيك، دي ثلاثة مفاهيم مختلفة وعندها وجودة، يعني ليست مجرد ألفاظ. فلذلك كان الهم الأساسي لحركات الإسلام السياسي إنه كيف لها أن تعيد قيام الدولة الإسلامية بغض النظر عن الوسائل. وهذا أتى عن نتيجة أزمة اللي هو بعد إلغاء الخلافة في 1923-24، المسلمون شعروا بأنهم الآن مرجعيتهم السياسية انتهت. طبعا الفترة دي شهدت كتاب علاء عبد الرازي الإسلام ووصول الحب، كانت دي أول مناقشة للموضوع ده، وكان علاء عبد الرازي واضح إنه الإسلام ما فيه دولة والخلافة ليست لها وجود. لكن هنا الفترة دي بالمناسبة بعدها طبعا بأربع خمس سنين قامت حركة الإخوان المسلمين من الجهة الثانية 1928 من الناحية الثانية. هنا بدل الإسلام نتيجة أزمة إلغاء الخلافة والعلمنة اللي عملها أتاتورك يتقوى فيه الاتجاه الأيديولوجي على حساب الديني، فبقى الدين السياسي غالب على الدين الديني، وهنا بقت عندنا أيديولوجية تسمى الدين الإسلامي بامتياز. وده هنا بدأ يلعب الدين دور اجتماعي، إنه يخلي المسلمين يتماسكوا كيف اللي هو بيعتبروه بتاعين الاجتماع السوشيال سيمنتينج، يعني زي الأسمنت اللي أنت بتجمع به. فبيقول المسلمين كشكل من أشكال ميكانيزم الدفاع يتحول لأيديولوجية حقيقية، لأن الأيديولوجية عندها القدرة في أنها تجمع الناس
وبالتالي بقى ايديولوجيه. وفي الايديولوجيه ايديولوجيه دوغمائيه دوغماتيك، لانه لو بدت فيها حركه جاي بتضعف الايديولوجيه بطريقه او اخرى. ودي اللي بيسميها ماكس فيبر تجمعات الهيمنه، بيقول لها عندها مصطلح اللي هو هيرشافت فيربيندا، التجمعات او التكتلات اللي بتجي من خلال وجود هيمنه. الهيمنه دي اللي هي برضه قريبه لكلمه السيطره والهيمنه عند جرامشي، لكن هنا دي مربوطه بشيء معين بتحاول من خلال التاثير والنفوذ اللي بتقدمه، يا شخصيه كاريزميه يا ناس قوي وكده، يقوموا يجمعوا السلطه والعلاقه الاجتماعيه. يعني السلطه هنا كمان مشكلتها انها بتكون سلطه مقدسه وسلطه متعاليه وما بعيده من الناس. كلمه متعاليه دي ما بتعني انها ما محتكه بالناس، فلما تتجمع السلطه المتعاليه دي مع العلاقه بالناس تبقى الايديولوجيه واضحه جدا. هو حقيقه الاسلام لم يحاول ان يكون دوله باي شكل من الاشكال، يعني حتى دائما كثير من الناس الاسلام السياسي بيقوموا يتخذوا الرده كدليل على وجود دوله، انه ابو بكر الصديق قام بمحاربه المرتدين لخروج عن الدولة الدين الإسلام. لا، الكلام ده ما صحيح. حروب الردة ما كانت برضو لأسباب دينية بالمناسبة. حروب الردة القبائل الارتدت دي كلها كانت بعيدة من المركز، وسلطة المركز عليها ما كانت قوية، والإسلام واحدة من الوظائف اللي كان بيحاولها إلغاء الشعور القبلي والعصبية الموجودة عند القبائل. توفى النبي ولم تكتمل عملية إلغاء العصبية أو دمجهم في دين جديد متجاوز للقبيلة ومتجاوز للعشيرة، لم يندمجوا تماما. لذلك أول ما توفى النبي هم خرجوا قالوا محمد نبي، فما بال أبا بكر؟ أبا بكر ده كمان شنو؟ ده نبي عنده رسالة جانا. فلذلك هذا يبرز لك إن المسألة ما دينية، المسألة أقصد ما فيها دولة، ما فيها سياسة، لأنه هنا صلة مع الرسول كنبي وليس كحاكم. وهو فعلا لم يشر لهم بالطاعة، قالوا كده، هم كانوا دائما بيقولوا لما قال لنا أطيعوا أبو بكر من بعدي، لأنه ما كانت في وصية بهذا الشكل. فكان ده واحد من منطقهم، وكانوا هم لسه متوقعين إنه الدين الجديد يقدم لهم نفس الحماية اللي كانت بتقدمها القبيلة، أو ممكن يكون مواصلة لحماية من الدين حسب الحماية اللي كانت بتقدمها القبيلة. ولذلك عندما توفي النبي كانت بسرعة قاموا فكوا ارتباط بالدين. وهذا الكلام بالمناسبة مسيلمة الكذاب أو مسيلمة ابن حبيب زي ما هو اسمه الحقيقي، يعني ما كان بيطالب القبيلة اللي هي قبيلته كانت بني حذيفة أن يرجعوا لديننا الأول. عشان تعرف إنه الردة لم تكن ردة دينية، ولا قبيلة واحدة من القبائل التي ارتدت رجعت لدين القديم. هنا رفضوا سلطة جديدة عايزة تأخذ منهم الضرائب فقط، لكن هنا في عدم احتراف بالدولة، إنه دي ما دولة، نحن كنا خلف نبي، النبي مات، ولذلك نحن تاني ما في حاجة بتربطنا. ورفضوا يدفعوا
الذكاء للعمال الموجودين مرسلينهم هناك، لأنها ليست دولة، شافوها بهذه الصورة. وفيهم بعض فسر الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا نحن بندفع الزكاة للذي صلاته سكن لنا، أما أبو بكر فصلاته ليس سكن لنا، فنحن الأشياء اللي بيربطنا به ما فيش. كل هذه التداعيات، كل هذه الأحداث كانت تبرز إنه بداية الإسلام، خاصة بعد ما بدأ يكون في الخلفاء لم تكن محاولة لقيام دولة. فلذلك كل هذه القبائل رفضت فكرة الدولة والسيادة التي تأتيها من قبل قبيلة تانية، يعني مسيلمة ومالك بن نويرة برضو كانت عنده قبيلة كبيرة، كانوا بيقولوا لهم ليه أبو بكر هو يكون الحاكم؟ قريش ليست أكثر منكم عددا ولا غنى ولا منعة، فما الذي يجعلنا ندفع الأموال والزكاة لقريش؟ هذا الحقيقة ما دخلت في تفاصيل كثيرة بالنسبة للفترة بتاعت الردة، ولكن تظهر بصورة واضحة جدا إنه لم تكن هنالك دولة. الإسلام لم يكن يستهدف بناء دولة فعلا، دولة مجتمع أو دولة أمة نيشن ستيت. كان بيحاول الإسلام كدين جديد أن يبني مجتمعا مدنيا عالميا يتجاوز الحدود اللي كانت موجودة، حدود العرق وحدود القبيلة إلى آخره. لذلك لو لاحظنا ما هو الأول في الفكر السياسي الإسلامي طوال هذه الفترة، هنالك حديث عن أمة محمد وأمة المسلمين، ولكن ليس هنالك حديث عن دولة المسلمين أو دولة محمد. أنت عايز توقفني؟ لا تفضل كمل. بتنظر لي كده. فلذلك المسألة كانت إنه كيف يتكون هذا المجتمع أو هذه الأمة. وإلى الآن أنت لو لاحظت التيارات الإسلام السياسي هي بتحاول تكون ضد الأمة في شكل دولة، يعني سواء القاعدة أو داعش أو حتى الفترة بتاعت مرسي هنا، حكاية الدولة ذات الحدود أو الدولة القطرية ما في تفكير الإسلام السياسي، يعني الدولة القطرية اللي عندها حدود ما كانت موجودة. أيضا في ملاحظة هامة جدا، نحن نلاحظ أن الفقه الإسلامي تحدث عن كل شيء بتفاصيل، يعني حتى لا مؤاخذة بيوريك إنك تدخل الحمام كيف، تميد يدك اليمين ولا رجلك الشمال ولا، وما قال شيء عن تداول السلطة. الفقه الإسلامي ما فيه شيء عن تداول السلطة، التجارب بتاع تداول السلطة كلها كانت مختلفة. فهذا يبرز أن الفقه الإسلامي لم يكن مهتما بأن يكون فكر سياسي بصورة واضحة. فبالتالي هذه مشكلة واجهت حركات الإسلام السياسي. في نقطة أيضا هامة بالنسبة للفكر السياسي الإسلامي، الفكر السياسي الإسلامي بيهتم بالجماعة ولا يهتم بالفرد، ولكن في السياسة وفي الدولة الاهتمام يجب أن يكون بالفرد. ليه؟ لأنه في أي فكر سياسي قيمة الحرية ومفهوم الحرية الفردية عالي جدا. في الإسلام الاهتمام بالجماعة، لذلك بنلاحظ إنه مسألة الحرية الفردية أو الفردية مبغوضة في الإسلام أو مكروهة. عندنا طبعا بوضوح شديد جدا الفرقة الناجية
في 72 أو 73 فرقة الناجي منها واحدة بس. ده معناتها الناس ما تختلف، معناتها التنوع ممنوع. فهنا الإسلام أو الفكر السياسي الإسلامي على الأقل يخشى الفتنة، يخشى الفتنة ويخشى التقسيم ويخشى التنوع ويخشى التعدد. فلذلك فكرة الحرية والديمقراطية وتعدد الأحزاب هذا قد يكون سبب في تشقق الأمة، في تشقق الجماعة. ولذلك لو تلاحظ في الفكر السياسي الإسلامي على طول يقول لك من فارق الجماعة فاقتلوه، ما في يعني ما ناقشوه ولا حاجة، لأنه ده بيكون سبب في الإضرار بشيء أساسي قائم عليه الإسلام اللي هو الجماعة المسلمة أو الأمة المسلمة. لذلك طوال التاريخ بنلاحظ إنه الفكر السياسي الإسلامي لم يكن يتحدث عن الحرية. كلمة الحرية دي جات متأخرة جدا. نحن في العالم الإسلامي ويعني ما نزعل من الكلام ده، كلمة حرية دي سمعناها بعد 1798 مع المدافع بتاعت نابليون لما جاينا لأول مرة نستعمل كلمة حرية دي. بنستعمل كلمة حر وعبد بصيغة الفقهية والقانونية إنه مملوك أو غير مملوك، ولكن الحرية بأبعاد اللي جابت الثورة الفرنسية حرية التعبير ما لم نسمع بها إلا 1798 وسمعنا بها جديد يعني متأخر جدا. فلذلك الفكر السياسي الإسلامي حتى الحديث فيه ما تعامل مع فكرة الحرية، ولم تكن الحرية في الفكر السياسي حتى لو قرينا الماوردي ولا ابن خلدون ولا كل ذلك كلمة حرية لا ترد، لأنه النموذج الإرشادي أو البارادايم السائد في الإسلام هو الطاعة والولاء للحاكم. فالحكم الجائر مقبول أكثر من الفوضى، خشية الفوضى من الجانب الآخر. فلذلك ارتبطت مسألة التنوع والتعدد والآراء المختلفة ارتبطت بالفتنة والشقاق. حتى كلمة أحزاب لو تشوفها في الفقه القديم تلقاها مزمومة لأنها بتوزع الناس لمجموعات متعددة. فالفكر السياسي الإسلامي عند الحركات الإسلام السياسي لم يهتم بمثل هذه المفاهيم. بعدين عندما بدأ ناس زي رفاعة رافع الطهطاوي والجماعة دين يترجموا بعض الفكر السياسي الموجود في الغرب ما كانوا ميالين لكلمة حرية، كانوا ميالين لكلمة الإنصاف والعدل. هو عدم الميل للحرية، وده ينطبق على الأخوان المسلمين في السودان ومصر حتى اليوم، لأنه عندهم مسألة الحرية بيدخل طوالي حرية المعتقد وبالتالي إمكانية تغيير الدين، وده الخطر موجود هنا. لذلك حركة الإسلام السياسي كلها في المنطقة العربية وغيره يمكن أن تقبل بديمقراطية تسميها أداتية، يعني عندها الشكل instrument أداء للوصول إلى السلطة. فالديمقراطية عندها الصندوق زي ما كانوا بيقولوا هنا، الصندوق وأحزاب وصحف. ولكن عندما تدخل في موضوع الحريات، مسألة الحرية هل يمكن لشخص أن يغير دينه أن يغير عقيدته، هنا تقف الديمقراطية. فلذلك الديمقراطية عند الحركات دي تقدر تقول عليها ببساطة الديمقراطية هي وسيلة لدى حركات الإسلام السياسي، وسيلة ديمقراطية لوعد الديمقراطية. الكلام ده ما فيه تناقض، يعني هم عندهم شعبية عندهم، فلذلك يمكن أن يتخذوا من مسألة الأغلبية وسيلة
عقود الديمقراطية. أنا كنت يوم 24 ديسمبر 91 في الجزائر مع الانتخابات، وكنت لافي في كده ومعي واحد زميل سوداني، لاقونا جماعة بتاعين الفيس بتاعين الجبهة الإسلامية هناك، وعلى أساس إنه الإسلامي نحن سودانيين أخذونا مضمون كده نحن إسلاميين. الوقت ذاك كانوا ماسكين البلدية بتاعة الجزائر، فدعونا مشينا البلدية وهدونا مصاحف صغيرة وكانوا يتكلموا معنا بحرية على أساس إنه أي سوداني هو أخو مسلم بدون. فقلنا لهم النتيجة كيف أنتم متوقعينها؟ قالوا لنا النتيجة نحن حنكتسب على الانتخابات، ولكن إن شاء الله تكون آخر انتخابات. يعني ده كانت واضحة إنه بيتعاملوا مع العجيبة. طبعا الواحد كمان ما داير يعني لازم يكون عادل قليلا. المسا كان في لقاء ثقافي كده، وكان فيه سفير الجزائر في إيران وهو جنرال من جبهة التحرير، فسألنا وقلنا له الانتخابات كيف توقعاتكم؟ فقلنا له نحن سمعنا منهم انهم حيتسعوا على الانتخابات. قال الاخوان دي المجانين، نحن جبنا الدولة دي من الفرنسيس وحاربنا في الجبال وغيره، هم قاعدين في الجوامع ولا شالوا سلاح ولا غيره، يجوا بعد الآن يشيلوا مننا الدولة ده؟ يستحيل. فيبدو أنه الطرفين عندهم موقف واضح من مسألة الديمقراطية. لكن اللي عايز أقوله أنه حركة الإسلام السياسي بالنسبة لها الديمقراطية ليست غاية في ذاتها، ولكن الديمقراطية وسيلة توصيل إلى السلطة وبعد ذلك تفترق الطرق. باختصار أنه مسألة السياسة عند المسلمين لم ترتبط بالدولة ولا حقوق الفرد بغرض ما ارتبطت بفكرة الأمة وبقاء الجماعة. في الفكر السياسي الغربي بنلقى المعادلة ما شكل آتي: فرد، حرية، دولة وطنية. في الفكر السياسي الإسلامي بنلقى الجماعة والعدل بدلا عن الحرية، والقيادة والولاء بدلا عن الدولة. فده تفكير مختلف تماما. لذلك النموذج الاسترشادي عند جماعة الإسلام السياسي هي فكرة الولاء والطاعة. في هذه الحالة أي نظام يكون قادر، يعني هي في الآخر أنت الناس الإسلام السياسي بيعرفوا الدولة على أساس إنها أداة لنشر الدين وتعميم العدل وتطبيق الشريعة. ما في حديث عن حرية الفرد ولا الحريات العامة وكذا. وهو ده الخطر بتاع تحول الدين إلى أيديولوجية هنا، لأنه بيخدم الجانب ده. مهمة الدولة عند الإسلام السياسي إنها تقوم بالمهمة بتاعت نشر الدين بهذه الطريقة. لذلك أي نظام سياسي لو قام بالوظيفة دي بغض النظر إنه نظام ديكتاتوري، نظام ديمقراطي، نظام ليبرالي، بغض النظر عن نوع هذا النظام، فهو مقبول ويمكن أن يسمى نظاما إسلاميا. فهم ما عندهم تصور أو نموذج لما هو النظام الإسلامي الممكن يعتبروه هو نظام إسلامي جيدا. هذا يقودني للمحور الثاني، وهو عن تجربة عيانية وملموسة لحق التيار الإسلامي اللي هي التجربة السودانية. في التجربة السودانية أول شيء بتلاحظ إنه حركة الإسلام السياسي والحركة الموجودة في السودان ممثلة في الجبهة الإسلامية ما بيهمهم طريقة الوصول إلى الحكم، رغم أنه في مقولة سياسية بتقول الطريقة التي توصل بها مجموعة معينة إلى السلطة هي التي تكيف وتلون طريقة حكومة حتى النهاية. يعني وصلت بالقوة وبالعنف
ستظل عنيفا حتى نهايتك. يعني زي قول المسيح: من أتى بالسيف سيذهب بالسيف. فلذلك الحركة الإسلامية في السودان جاءت بالقوة، لذلك ما قدرت تتخلى عن إنها تستعمل العنف والقمع وإزالة الشعب السوداني. وبالتالي كل ما تعمل الآن، يعني حتى الانتخابات اللي قبل أيام دي، هي محاولات لاستعمال أدوات ديمقراطية لتطبيع الاستبداد. يعني لاحظ إنه الحكومة في السودان بتتكلم إنه في 44 حزب شارك في الانتخابات. الحكومة دي عندها 39 جريدة سياسية. هذا شكل منظر أو مشهد تعددي، لكن لو جيت للحقيقة، أنا الحقيقة بيستخدم مصطلح معين لوصف النظام في السودان مسميه الأمنقراطية، سيكيوكراسي، يعني ما ديمقراسي ولا ارستوكراسي، هو سيكيو من سيكوريتي، سيكيوكراسي. فالأمنقراطية تختلف عن النظام الأمني. النظام الأمني بتكون في دولة تستعين بالأجهزة الأمنية لحمايتها والاستقرارها، لكن في السودان في جهاز أمن هو المالك الحقيقي للسلطة، هو الحزب، هو الحكومة، هو الرأي العام، كل هذه الأشياء. فبالتالي في السودان مثلا في 39 صحيفة، لكن ممكن يجي بالليل أي واحد من الأمن يلقى الجريدة في المطبعة يوقف طباعة الجريدة، يغلق الجريدة. الشكل الموجود الخارجي إنه في تعدد في الصحف، لكن في جهة لها الحق المطلق. الجرائد في السودان ما بيوقف المجلس الصحافة ولا بيوقف القضاء، بيوقف جهاز الأمن. لذلك ما يحكم في السودان هو جهاز الأمن. من يحتغل الناس من النيابة، يعني ما بيطلع أمر قبض عليك من النيابة، جهاز الأمن يجي يفتح الباب يسوقك يوديك وتبقى الناس على كده. فده شكل لنظام أمنقراطي، يعني الأمن أو جهاز الأمن هو الذي يحكم مش بيساعد حكومة. ففي مثل هذه الحالة يعني الإسلاميين في السودان أحرجوا الحركات الإسلامية كلها بالمناسبة. دي الناس مسكوا سلطة كاملة، ما في منافس لهم، يجوا عن طريق انقلاب، ما في برلمان أو ما في شد وجذب معهم، وحكموا ل 25 أو 26، استقلوا في 26، فقدموا نموذج محرج جدا. ذكر ناس مرسي هنا لما كانوا بيقولوا لهم أنتوا تشبهوا النظام في السودان، يقول لا لا لا، نحن بنشبه النظام في تركيا وماليزيا، يعني يتبرعوا من نظام إسلامي زيهم، مع أنهم عندهم حاجات مشتركة كثيرة بيناتهم. فسببوا إحراج شديد جدا للحركات الإسلامية الثانية. يعني حتى أنا بتذكر راشد القنوشي ده كان معجب إعجاب منقطع النظير بالترابي، وعندهم كتب مشتركة، عنده كتاب باسمه الإسلام والتحديث، هو محاضرات عملوها هم في جامعة الخرطوم في احتفال 88 كان، وعنده إعجاب ما عادي بالترابي. ولما قام الانقلاب بتاع 89 كل الإسلاميين بالمناسبة أيدوا إنه لأول مرة دولة إسلامية سنية تصل إلى السلطة، فجعلوا من النظام في السودان هو النموذج. الغنوشي ده مشى السودان وأخذ جواز سفر دبلوماسي. في الوقت ده كانوا السودانيين يمشوا يجددوا جوازاتهم في السفارات، السفارات ما بتسمح لهم بجانب زي ده. لكن بعد شوية الغنوشي بقى يحاول يفك أي تشبيه بينه وبين النظام في السودان. فالنظام في السودان الموجود ده أحرج الحركات الإسلامية كلها، لأنه وجد سلطة في يده وسلطة كاملة وما قدر يعمل شيء. هو الحقيقة أدانا دليل واضح جدا إنه ليست هنالك دولة في الإسلام،
ودانا دليل واضح جدا انه الحركات الاسلام السياسي دي كلها لا تمتلك نموذج لانها كيف تحكم. عندما وصلوا للسلطه في السودان فوجئوا، طرحوا سؤال انه اذا وصلت طليعه اسلاميه الى السلطه فكيف تحكم؟ ما هو نموذج حكومه الهرميه بتاعت الحكومه؟ تدير الاقتصاد كيف؟ كيف يكون الجيش جيشا اسلاميا؟ هذه كلها اسئله لم يجدوا لها اجابه. فلذلك التجربه السودانيه من ناحيه عمليه اثبتت لحركات الاسلام السياسي انه ليست هنالك ما يمكن تسميته بدوله اسلاميه. النموذج الاسلامي او الاسلام الموجود في السودان ما عنده تصور ارشادي مستمد من النصوص، من القرآن، من الحديث، من الإجماع. لذلك لجأ لما يمكن تسميته التجربة والخطأ، trial and error، وجعل من السودانيين كأنهم فيران في معمل، يجرب كده وما تزبط يجرب حاجة تانية إلى آخره. أول ما جاء عمل اللجان الشعبية زي النموذج بتاع ليبيا 98 عمل حاجة سماها أحزاب التوالي في الدستور بتاع 98، بعد مدة فتح الباب للأحزاب موجودة ولكنها في الواقع غير موجودة. فليس هناك، لا يوجد تصور في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. عندهم يوتوبيا، عندهم حاجة مثالية، وأيضا هي طبعا لا تاريخية. أقول لك مجتمع المدينة، مجتمع المدينة، المدينة أصغر من أمبابة دي هنا، يعني دي ما ممكن تقول لي دولة، يعني بالتأكيد عدد السكان. فلذلك هذا لا يمكن أن يكون نموذجا تسحب التاريخ كله 14 قرن كل مرة تقول نموذج المدينة، وهو ذاته ما سماها دولة المدينة، سموها مجتمع المدينة وفقط كده، ما زاد أكثر من كده. النموذج السوداني أو المثال السوداني يعني أقول إنه حركات الإسلام السياسي من أخوان مسلمين ونهضة وغيره هم معارضون جيدون وحاكمون سيئون وفاشلون، ممكن يعارضوا بصورة كويسة جدا. فلذلك هي حركة سالبة، حركة نفي، ممكن تقول ده غير صحيح، ده غلط، ده فيه تجاوز، لكن ما بتدي البديل، يعني ما عندها البديل، يعني طيب ده خطأ لكن انت عندك شو؟ فهم من الناحية دي معارضين جيدون، لأنه فعلا له أنظمة فاسدة عيوبة كثيرة جدا ممكن تنقل كل شيء موجود فيها. لكن لو جبته قلت له أحكم بدله ما عنده بديل. الاختبار الرسم فيه الحركة الإسلامية في السودان إنه في عدد من التحديات لم يجدوا لها إجابات. موضوعات مثل الديمقراطية والمشاركة الشعبية، المرأة، الأقليات ووضعية غير المسلمين، والمال هو الاقتصاد، العدالة الاجتماعية. هذه أسئلة أساسية في أي دولة، المشاركة الشعبية أو المشاركة في السلطة والثروة، ما لم يجد لها إجابة. وضعية المرأة لم يجد لها إجابة. برضو دخلوا في التناقض بتاع إنه المرأة تشارك وزيرة وبرلمان إلى آخره، لكن عندنا في البرلمان السوداني نساء يدعون لتعدد الزوجات، يعني مش الرجال اللي بيطالبوا بتعدد الزوجات. في نائبات يعني بيقوا زي النوائب، يعني نائبات الدهر، انه بيدعو لاشياء اكثر الرجال تعصبا ومحافظه لا يدعون لها. فتلقى حاجه زي دي موجوده. ما قدروا يعطوا المراه حريتها، بمعنى انه يعني قرار زي الحجاب، هم بيقولوا دي مساله شخصيه، خلاص شخصيه، معناتها اللي عايز يتحجب تتحجب، اللي ما عايز يتحجب ما تتحجب. الترابي بخبث شديد جدا في الفتره اللي هو كان موجود
ما طلع قانون يقول لابد للسودانيات أن يتحجبن، ولكن أي سودانية عايزة تمشي تشتغل أول ما يشوفها ما محجبة بيشغلوها. فده ده الخبز يعني. الترابي طبعا ثعلب كبير جدا في يعمل الحياة بثعلبية متناهية، يعني ما تقدر تمسكه في أي شيء من الأشياء دي. فلذلك وضعية المرأة تدنت بصورة واضحة جدا في السودان، رغم الشكل ده بتاع وزيرات ونائبات وسيدات أعمال وكده، لكن طالما موجود حاجة اسمها قانون النظام العام، وطالما بيجلد النساء في أماكن عامة، لا يمكن لهذا النظام أن يقول لي أنا بحترم المرأة. يعني النظام العام أصلا اختزل العفة والأخلاق كلها في بضع سنتيمترات في فساتين النساء. يعني واحد فاسد يمكن أن يختلس 100 مليون جنيه سوداني لا يحاكم، لكن بنت يكون الفستان بتاعها 2 سنتيمتر فوق الركبة تجلد طوال، يقبضوها وتاني يوم يجيبوها يجلدوها في مكان عام. فهذا النظام فشل في أنه يحترم المرأة من جانب، وفي نفس الوقت يحارب الفساد من الجانب الآخر. طبعا النموذج السوداني ما يعني ما عايز كلام كثير. كون أي نظام يفصل تلت البلد الجنوب، هذا يبرز لك الخلل فيما يسمى الدولة الدينية أو الدولة الإسلامية في القرن 21، لأنها أصلا دولة بتقوم على العقيدة وليس على المواطنة، وده الخلل الأساسي. يعني لو يتعامل إنه السودانيين مواطنين مسيحيين على الإحيائيين على الوثنيين ما كان الجنوب انفصل، لكنه فشل في إنه يقيم دولة قائمة على حق المواطنة. رغم إنه يقول لك مجتمع المدينة اليهود كان، لكن لما جاء في تجربة فعلية واقعية فشل في أن يقوم بذلك. النقطة الأخيرة اللي بيتعامل معها النظام وتبرز في نوع الانتخابات المزيفة ودي كده، النظام شعاره أو هدفه ما يسمى بالتمكين، والتمكين حاجة تانية غير التداول السلمي للسلطة. التمكين ده إن الذين إذا مكنهم في الأرض، ده أمر إلهي. يعني أنت الآن نظام زي ده ما بيتنازل عن السلطة وما بيحاور، يعني حتى لما يتحدثوا عن الحوار، لأنه ده تكليف من عند الله أن يقيم الشريعة. يقوم يتنازل به للليبراليين وعلمانيين يمشون في الأسواق؟ يستحيل. فلذلك هو حديثه عن التمكين. يعني الانتخابات دي بغض النظر شاركوا فيها 10% 15%، حيرجع يجيك واحد من هيئة علماء السودان تقول له الإقبال ضعيف، كانوا 10%، حيقوم يقول لك رب فئة قليلة غلبت فئة كبيرة، خلاص فول ستوب، ما عندك تاني كلام أكثر من كده. إنه المسألة ما، فلذلك هذه خطورة الدولة الدينية، إنها عندما تصل إلى السلطة بتعترف بده تكليف إلهي. أنا أتذكر قبل مدة أيام الحكم بتاع الأخوان شاركت في مناقشة كده كان فيها عصام العريان، فسألته قلت له يا عصام لو أنتوا يعني قمتوا طبقتوا الشريعة وجاءت الانتخابات بعد 4 سنين وفازوا الليبراليين وقالوا عايزين نلغي الشريعة، يقدروا يلغوا الشريعة؟ دي مشكلة هنا. يعني هنا طوالي بتتحول المسألة للسياسة للدفاع عن الدين والجهاد والكفر والارتداد. ده ما ارتداد، يعني يجي كونه يجي حزب التجمع ولا يجي حزب الغد ولا يجي حزب من الأحزاب دي ويقول أنا عايز غير القوانين دي، ده ارتداد، ويمكن أن تحاربه وتقاتله زي ما أنت عايز. باختصار التجربة السودانية يعني أصهرت في الواقع العملي استحالة قيام دولة دينية إسلامية في القرن 21. طيب نجي للسؤال والمحور الأخير اللي هو خاص بمستقبل الإسلام السياسي، اللي هو ده العنوان الأساسي
بتاعكم. هو حركات الإسلام السياسي مشكلتها زي ما أنا قلت في الكلام بصورة عابرة، إنه جو في فترة في التاريخ منعطف تسود فيه العولمة وتسود فيه العلمنة، وبالتالي هم يريدون أن يسهبوا عكس تيار التاريخ. العولمة أهم حاجة فيها إنها بتسقط الحدود، يعني المعلومات الأفكار الغير، وهم الإسلاميين عايزين يكونوا في جزيرة وهذه الجزيرة بعد كده تتسع. الكلام ده يستحيل. فأنا في أحيان كثيرة بقول العولمة أصبحت كأنها قضاء وقدر للحركات الإسلام السياسي أن تتمنى اللطف، لطف العولمة عليها، ولكن إلغاء العولمة أو كيف إنها تجيف ما تصل هذا يستحيل. فلذلك لسوء حظ الحركات الإسلامية المعاصرة بالنسبة لنا إنه جات في العولمة دي، ممكن حتى لو حكموا يمنعوا أشياء معينة، لكن الإنترنت ده بيدخلنا أنا مع العالم كله. يعني ما هو السيران قاعد تلاقي صعوبة زي دي، إنه في مهندسين بيدفعوا عليهم الملايين عشان توقف الأشياء دي والناس ما. فلذلك كون الحركات دي جاءت في المنعطف بتاع العولمة اللي سموه نهاية التاريخ أو سموه كذا، فهذا من سوء حظها. أيضا مسألة العلمنة، وأكثر الناس معلمنين هم الإسلاميين بتاع حركة الإسلام السياسي، لأنه بيحبوا الشهوات كلها بالمناسبة. هم استهلاكيين، يعني تسيطر عليهم من جانب ما حذروا منه اللي هو شهوتي البطن والفرج، يعني يحبوا الأكل والحاجات الدسمة والكنافات والأشياء دي وكده، يعني وتعدد الزوجات. يعني في واحد في البرلمان السوداني ده اسمه مين كده دفع الله؟ حسب النسوان في البرلمان. يجي الجلسات بتاعت البرلمان كلها بس كلامه عن النسوان، التعدد، المعرفة، الختان، بالمرة كده. فلذلك لقوا نفسهم من جانب في قلب المجتمع الاستهلاكي، ويركبوا في عربات نوع كيف، يتطاولون في البنيان، الكلام اللي قالوا ده أنا عملت الدور الثاني والدور الثالث، نوع العربات، يعني أي مسؤول عنده 3-4 عربات، واحدة للعمل، واحدة لزوجته، واحدة للأولاد. فلذلك أغرقوا تماماً في المجتمع الاستهلاكي، ما قادرين يحلوا المعادلة دي، إنه بيقول جزء من العولمة وجزء من العلمنة، وفي نفس الوقت يريدون إقامة دولة إسلامية. فلذلك هذه مشكلتهم الأساسية. لذلك الفترة دي لو لاحظتها في الأدبيات، وأنا برضو بقيت جانب بيسموها مرحلة ما بعد الإسلاموية، يعني الآن هم أنفسهم بيجوا زي بيزحوا من إسلامية دي دون أن يعلن عنها. يعني لو لاحظتوا مثلا تسمية الأحزاب الإسلامية كلها الآن ما فيها كلمة إسلامي أو مسلم، النهضة، التنمية، والإيم، مش عارف، العدالة والحر إلى آخره، كلهم بيجوا يتنصلوا بصورة واعية أو غير واعية عشان يدخلوا في مرحلة ما بعد الإسلاموية، وهذه مرحلة تقتضي إيمان بشكل من أشكال الديمقراطية وبشكل من أشكال الليبرالية. طبعا الآن، ودي نقطة هامة برضو لازم نضعها في الاعتبار، الصراع الموجود ده هذا صراع حول الإسلام، ولكن ليس صراع بين مسلمين وغير مسلمين، صراع حول الإسلام بين مسلمين ومسلمين. يعني الآن المسلمين بيصارعوا بعض، ما بيصارعوا الغرب، يعني حتى ممكن يقتلوا بعض الصحفيين الفرنسيين، لكن ما يقتلوا من بعضهم هم أكثر. فلذلك في صراع حول الإسلام بين المسلمين أنفسهم،
وهذا يبرز لك المأزق الداخلي فيه الإسلاميين. لذلك تلقى عندهم حديث كثير عن الغلو وحديث كثير عن الوسطية، ودي نقطة ما قدروا يحلوها. يعني الوسط وين؟ في كونتينيوم كده ممتد كده، هتخط النقطة بتاعت الوسط دي وين في الممتدة، فالحتة اللي ممكن تخط فيها الوسط. الأسهر ما قدر يكفر داعش، ما قدر. داعش تنهل من نفس المرجعية الأصولية اللي أغلب المسلمين بينهلوا منها، وبيرجعوا لآيات وبيرجعوا لأحاديث وبيرجعوا لده كله. لذلك من الصعب أن تكفروا. هنا يبقى الفرق هو فرق في الدرجة وليس فرق في النوع. يعني من ناحية العقل أو العقلية أصح من مسألة العقل واحد، ولكن بتكون فيه شوية فروقات، ليس فروقات كبيرة وليس فروقات نوعية، ولكن فروقات في الدرجة. يعني ممكن لواحد من الأسهريين يكفر فرج فولة، وممكن لداعش أن يكفر مجتمع كامل، فهنا بيلتقوا في التكفير. يعني الكامون فاكتور بتاعهم القاسم المشترك هو فكرة التكفير وكذا. فلذلك أنا بعتقد إنه الإسلام السياسي في أزمة حقيقية، وهذا سبب الدعوة المتزايدة لما يسمى تجديد الخطاب.